يا شيخ محمد الله يحفظك، بالنسبة طال عمرك للدم إذا خرج من البنت قبل سن التاسعة فهل هو يعتبر حيض؟ اي نعم، يعني ممكن في السابعة أو في الثامنة، نقط بسيطة جدا لكن شكلها شكل الحيض، فما أدري بارك الله فيه. الظاهر أنه إذا كان نقطا لا يسير فإنه ليس بحيض، لا سيما مع الصغر. أما إذا كان يسير فيه فهو حيض ولو كان لها 8 سنوات. نعم.